الله إليكم، هذه سائلة تقول: هل يجوز أن أجلس مع أولاد عمي وأولاد خالي وأنا في أتم الحجاب، أم لا أجالسهم بتة دون الخلوة بهم؟ يجوز للمرأة أن تجالس الرجال ولو كانوا من غير محارمها، لكن بشرط أن تكون على حيز ولا تختلط معهم، وأن تكون متحجبة الحجاب الكامل. نعم، من ذلك أمن الفتنة. لأجل أمن الفتنة. نعم.